استعرضنا المؤشرات الحالية يعني لعيد الأضحى، حيث سجلنا يعني بكل ارتياح توفر يعني العرض بكميات يعني باش تلبي جميع طلبات المستهلكين بولاية نابل، وهذا ما انعكس إيجابا على مستوى الأسعار اللي كانت يعني ما تجاوزتش المستويات المسجلة خلال السنة الفارطة. أيضا داولنا مسألة إحداث نقاط بيع بالميزان، وشجعنا يعني الأخوة المربين سواء بصفة يعني فردية باش ينخرطوا في العملية هذه أو على مستوى يعني البلديات لتنظيم مثل هذه النقاط، نظرا لاستحسانها من طرف المستهلك، خاصة وأنه إذا نجمنا نوفر عوامل الشفافية في مثل هذه التظاهرات.